كده كده اكيد للحديث بقيه، بس استاذن حضرتك ناخد بس المكالمه دي، وهي مكالمه مهمه عشان هنطمن من خلالها طبعا على اللي بيحصل في المغرب. معانا لايف فيو من المغرب وزميلنا العزيز كريم احمد، كواليس بقى بعثه النادي الاهلي قبل انطلاق مشاركاته في هذه النسخه من كاس العالم للانديه. كريم صباح الفل عليك، اهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. انا مش هسالك، انا هسمعك انا ونهود وكابتن احمد، وهاتي ما عندك اتفضل. تحياتي ليك طبعا زميلي العزيز كريم، وكل التحيه لزميلتي العزيزه نهواندو، وايضا كمان كابتننا الكابتن احمد عبد الفتاح. يعني الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا جدا هنا في فندق الاقامه، والترتيبات يمكن اتكلمنا عليها في اليوم الاول، لكن زي ما اكدنا وقلنا التدريب الاول الحقيقه هيكون ليه مردود كبير وهيدينا رساله كبيره جدا، والحقيقه ده اللي حصل. يعني امبارح كان التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على ملعب صينيه الرمل، جديه كبيره جدا وحماس وتركيز كبير من لعيبه النادي الاهلي الكل الحقيقه كان على اعلى مستوى في هذا التدريب، مدينا رساله كبيره جدا جدا الحقيقه. يمكن شفنا امبارح بعض الفقرات البدنيه، لكن مركزين احنا في فقرات الكره، فقرات الكره كانت مهمه جدا، لان يمكن مستر كولر حاول ان هو بتدريب الامس يعمل اكتر من فقره تدريبيه فيها كروسات، فيها شوتنج على المرمى، فيها ايضا كرات ثابته في نهايه المران. وبالنسبه للكرات الثابته الحقيقه كان في تالق كبير جدا لاكثر من لاعب الحقيقه، دي بتدينا الاشاره ان في تركيز كبير جدا في التدريب الاول. التدريب الاول مهم، بيديك انطباع، بيزود من تركيزك بشكل كبير. كمان وجود الكابتن محمود الخطيب كالعاده الحقيقه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه، يعني تحركاته البسيطه في الملعب، سلامه مع لاعبي النادي الاهلي، وقوفه بعض مع بعض اللاعبين تحفزهم، يعني مش قادر اقول لك بيكون ليها مردود كبير جدا جدا عند لعيبه النادي الاهلي، وبتزود الرغبه والتركيز المتواجد كالعاده طبعا مع لاعبي النادي الاهلي. فالحقيقه يعني التدريب انتهى، كانت اكتر من 50 دقيقه امبارح في تدريب فريق النادي الاهلي، طمنا على كل اللعيبه، لان طبعا انتوا عارفين في عدد من اللعيبه ما كانتش مشاركه طبعا في اخر مباراه بطوله الدوري العام، لكن شفناها في التدريبات، شفناها بشكل قوي جدا، ادت جرعه تدريبيه كامله. فيا رب ان شاء الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي على مدار الايام القادمه حتى موعد المباراه. والانطلاقه مهمه، انطلاقه اوكلاند سيتي زي ما قلنا هتفتح لنا المجال وهتفتح لنا الطريق، فيعتبر اصعب مباراه في هذه البطوله، محتاجه تركيز كبير جدا، محتاجه تحضير فني زي ما اكدنا وقلنا على مستر كولر اللي بيقوم بكل الخطوات، الراجل بيركز في كل صغيره وكبيره كالعاده، من هايلايتس، من ثغرات، من وقوف على طبعا كل نقاط القوة والضعف، الراجل بيحاول يعمل كل السيناريوهات المتواجدة في المباراة مع طبعا من خلال التدريبات. لكن برضو النقطة يمكن المؤثرة بشكل كبير جدا هو الطقس، الطقس الحقيقة فيه صعوبة كبيرة جدا جدا هنا في المغرب، بتشوف يعني فصول السنة الأربعة الحقيقة، يعني الصباح هتلاقي أمطار وسيول وعواصف كبيرة جدا، 12 ظهرا واحدة ظهرا يعني الشمس بتبدأ تطلع شوية، لكن بالليل الحقيقة بالأمر بيكون صعب، وبالليل ده هو طبعا موعد المباراة. يعني احنا بنعمل إن شاء الله بمشيئة الله 8 مساء هنا بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت القاهرة موعد المباراة، يكون الجو يعني أهدى شوية، ما يبقاش فيه رياح عشان ما تأثرش بشكل كبير جدا على فريق النادي الأهلي. الأمور الحمد لله طيبة، التركيز موجود، المحاضرات الفنية موجودة. عايز أرجع كمان امس للجنه المنظمه طبعا الخاصه بها الفيفا اللي عقدت اكثر من اجتماع امس الحقيقه مع الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الاداري واللجنه المنظمه، طبعا شرح كبير جدا للرولز الخاصه بالفيفا، تعليمات خاصه بلاعبي النادي الاهلي، الامور الطبيه الحقيقه اللي كان مشارك فيها رئيس الجهاز الطبي دكتور احمد ابو عبله، ترتيبات كالعاده. وخلاص دخلنا بقى في الجد، النهارده هو تدريب الثاني لفريق النادي الاهلي كالعاده على ملعب صينيه الرمل في الثانيه 10 ظهرا بتوقيت المغرب، ساعه 60 دقيقه يكون التدريب، ومنها ايضا غدا بمشيئه الله يكون على نفس الملعب، ثم تتوجه بقى بعثه فريق النادي الاهلي الى طنجة للمبيت في فندق اقامه مختلف طبعا عن هذا الفندق، لان الفندق هيكون قريب جدا من ملعب ابن بطوطه في طنجة ليستقبل مباراه الاهلي واوكلاند سيتي. دعوات جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي ودعواتكم يا رب، وان شاء الله التوفيق يكون مع لاعبي النادي الاهلي في البدايه باذن الله. جميل جدا، تغطيه اكثر من رائعه. يمكن يا كريم انت من كتر ما انت بتبقى جاهز وعامل لنا تغطيه كامله ما بتديناش مساحه كمان يبقى في نواقص، لكن هروح معاك كده لامور يمكن شويه بسيطه لكن اكيد تهم جماهير النادي الاهلي. بدايه احنا اتكلمنا عن طبعا الاستقبال الحافل والتواجد الموجود من طبعا سفيرنا بالمغرب والقنصل كمان، وفكره هنا الاستقبال مش بس من الجماهير بتاعه النادي الاهلي لا كمان الجماهير المغربيه الجميله والناس اللي جايه من كل انحاء العالم. كلمنا بقى عن المباراة وكلمنا عن الاستاد والتذاكر حتى الآن والتواجد والتغطية الإعلامية والصحفية كيف تتحدث عن مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، كلمنا عن الحفل بتاع الافتتاح لو عندك تفاصيل أكتر، خلينا نعرف منك رؤية عن هذه الأمور.
يعني طبعا الجانب الخاص بالجمهور المغربي او اشقائنا المغاربه الحقيقه يعني حب كبير جدا للنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب تحديدا، لان احنا شفنا يعني الكل بيقابل وبيحاول يلتقط بعض الصور التذكاريه، بنتحرك في الشوارع من فندق الاقامه الى الملعب، طبعا ملعب التدريب، بنلاقي علامات النصر وبنلاقي التحفيز وبنلاقي يعني بعض الجماهير الحقيقه بتآزر النادي الاهلي بشكل كبير جدا. والمباراه الافتتاحيه بالنسبه للتذاكر يعني من ثاني يوم الحقيقه طرحت فيها التذاكر، نفذت التذاكر بالكامل، وده واضح ان هيكون في اهتمام كبير. انت عارفه زميلتي الهواند المباراه الافتتاحيه بتدي رساله كبيره جدا طبعا للتنظيم وللدوله بشكل عام طبعا هنا في المغرب. يمكن شكرنا ويمكن ان شاء الله بنتمنى طبعا المغرب يمكن تغطي تغطيه ممتازه كالعاده وتعمل كاس عالم كالعاده مميز جدا، لكن الحقيقه الاستقبال رائع، الاهتمام الكبير جدا بالنادي الاهلي ده امر مهم. وقلنا القيمه الكبيره للنادي الاهلي هي دي اللي بتفرض طبعا اسلوبه على اي حد بنكون متواجدين في اي بلد، فده امر مهم جدا. بنامل ان شاء الله باذن الله الاداء الكبير جدا اللي مع لعيبه النادي الاهلي والتركيز الاكبر من الجهاز الاداري والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، كل خطوه الحقيقه ما حدش بيعدي نقطه، لان الامور الاداريه اما بتنتهي تركيزنا بيبقى كبير جدا في 90 دقيقه بنعملها ما تزيدش عن كده. احنا مش عايزين نخش باذن الله في اكسترا تايم او في ايضا كمان ضربات جزاء، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله لعيبه تكون مركزه بشكل كبير جدا جدا في هذه المباراه. التغطيه الاعلاميه يعني منذ وصلنا الحقيقه مطار طنجة يعني اقدر اقول لك عدد كبير جدا من القنوات الرياضيه والمواقع الصحفيه كانت مهتمه جدا ان هي تكون في استقبال للنادي الاهلي. الكل يمكن بيتكلم على النادي الاهلي، ويمكن ناس كتير قالت لك النادي الاهلي مش بعيد ياخد البطوله بقيمته الكبيره، ثلاثه برونزيات ورا بعض، ثلاثه طبعا مشاركات ورا بعض، فيمكن ده امر بيزود شويه الضغط على لعيبه النادي الاهلي، لكن الوعي الكبير المعروف عن الجهاز الفني ولعيبه النادي الاهلي احنا بناخد خطوه خطوه، مباراه بتنتهي ثم بعد كده بتبدا تحضر للمباراه القادمه، فعندنا مهمه كبيره جدا في البدايه ان شاء الله. اوكلاند سيتي فريق مميز عنده تاريخ عنده امور عديده جدا، لكن في 90 دقيقه على ارض الملعب كل الامور بتكون مختلفه. التوفيق لو معانا بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله نقدر نتخطى هذه المباراه، ويا رب زي ما بنقول كل مره وهنقول في كل الرسائل طبعا اللي بنقدمها لكل جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي بقيمته الكبيره وبشخصيته الكبيره وبروح الفانيلا الحمراء يقدر يوصل لابعد نقطه ومش بعيد بمشيئه الله نكون في المباراه النهائيه. مستنيين ومن فريقنا اكيد بطبيعه الحال. كريم برضو عايزين نتكلم معاك عن رؤيتك انت لحجم الجاهزيه للفريق وكمان الحاله المعنويه، اللعيبه عاملين ايه؟ بيتكلموا مع بعض في ايه؟ هل صدفه كده ان انت سمعت مثلا حوارات جانبيه بين اللعيبه بيتكلموا فيها عن رؤيتهم للي جاي؟ نقطتين مهمين جدا، الجاهزيه والروح المعنويه، يمكن هي دي اللي بتفرق مع لعيبه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي من مصر الحقيقه، من المطار، من ركوبنا في الطياره تلاقي لعيب فاتح التاب بيتفرج على بعض المباريات الاخيره لاوكلاند سيتي، بيشوف اخطائه بشكل عام في المباريات الماضيه، دي ما بتلاقيهاش غير في النادي الاهلي، يعني ما فيش وقت، انت في الاربع خمس ساعات في الطياره بتتابع بتشوف بتلاقي ناس بتتكلم، لعيبه بتتكلم مع بعض، اللعبه دي كنا نقدر نعمل فيها كده، الهجمه دي كنا نقدر ننهيها من 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 الجنب ده او من الناحيه دي، فيمكن الامور دي بادئه معانا الحقيقه من القاهره. مجرد الوصول هنا الى المغرب يعني الاجواء صعبه شويه، فخلاص انت من المطعم الى الغرف الى التدريب كله مركز بشكل كبير، تجمعات ثنائيه جماعيه، كباتن فريق النادي الاهلي الحقيقه قايمين بدور كبير جدا، ايمن اشرف، ربيعه، الشناوي، معلول، محمد هاني، كل لعيبه طبعا يعني عمرو السوليه، كل اللعيبه بتحاول ان هي في كل الحديث مع لعيبه النادي الاهلي سواء لعيب صغير او لعيب كبير يحفز ويآزر، ملايين من جمهور النادي الاهلي منتظرانا، جمهور متعطش بشكل كبير جدا ان هو يشاهد فريق النادي الاهلي، فيمكن ده اللي مطمننا بشكل كبير جدا جدا ومدينا ثقه بمشيئه الله ان شاء الله ان لعبتنا هتنزل هذه المباراه عندها هدف وحيد ان احنا نكمل لهذه البطوله لابعد نقطه باذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ على لعبتنا، حماس كبير جدا، كولر يمكن حذر لعيبه النادي الاهلي ببعض التدخلات، الجديه موجوده، فيا رب ان شاء الله يستمر النادي الاهلي بادائه المميز جدا في التدريبات حتى موعد المباراه، وبمشيئه الله ان شاء الله لكل حدث حديث، ويا رب ان شاء الله تكون هذه المباراه الاولى من نصيب النادي الاهلي. رائع جدا، واحنا كالعاده برضو تغطيتنا مستمره معاك يا احمد، معاك يا كريم، عفوا كابتن احمد، معاك يا كريم وكريم احمد طبعا زميلنا المتميز جدا من المغرب، تغطيتنا هتكون مستمره معاك ومع حضراتكم طبعا لحظه بلحظه في قناه النادي الاهلي.